ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ معانا النهارده هنشوف مجلس مصر رقم 3. عندنا العنوان بتاعنا النهارده هيا لننظم يوم رياضي، وده كان مقترح من المقترحات اللي احنا طلعناها من صندوق المقترحات. واتمنى النهارده ان شاء الله كلنا ننجح الحصه مع بعض ونساعد الاخوه ان هم ينجحوا الحصه بتاعتنا كلها. اوكي؟ علشان هي لعبة حلوة وممكن أصلا تخليك تعرف تشوفها عشان الكورة تبقى صغيرة. بس اكتبي كرة صلاة هي كرة الصلاة مش جماعية برضه. أربعة أو اثنين أو واحد. أربعة؟ كرة الصلاة ممكن هي أربعة، يعني نقسم فصل اثنين مثلا مجموعتين ممكن؟ بعد اذنكم احنا نتمنى تكون العاب كلنا بنشارك فيها. نتمنى تكون لعبه جماعيه كلنا بنشارك فيها مع بعض. عموما لو انتم موافقين عليها ممكن تتحط دلوقتي حاليا، وتصلح انها تكون تتحط كالعاب جماعيه مجموعه يلعبوا مع بعض. المكان اللي يناسب كرة الطايرة
في المكان اللي هو تحت مع السلة. تمام. الجري ممكن حوالين لما انا اكل السلة. كرة السرعة ممكن في الجمرة دي. بعد اذن انتوا تقولينا جاردنين الجاردن بالظبط في كام واحد موجود؟ انا واحد بالظبط حددوا. انت ممكن تقول اماكن متنوعه، جاردن اللي هنا اللي تحت عند كذا، قولوا بالظبط المكان بالظبط عشان كله يتحط، لو هما يناسبوا الاماكن المناسبه كلهم بيتكتبوا ويتحط. مش همس يعني الجاردن اللي قدام كي جي 2 مثلا، طب الجاردن اللي قدام كذا ها؟ انهي جاردن يا محمود؟ ايه؟ انهي جاردن؟ محددين. بلاش نقول كله كله، هنخش كده في تصويت. ايه رايكم في اللعبه دي؟ Gracias.
ممكن لو في حد مش عارف لعبه نتعلمها من زمايله بحيث ان احنا كده نخرج من اليوم كسبانين حاجات جديده والعاب جديده وقوانين جديده للالعاب ونبقى استفدنا من اليوم ما خرجنا يعني ما دخلناش لعبنا وخرجنا بس. انا باكد على كلام الناس دينا برضو ان احنا فعلا ممكن نحط قوانين من عندنا جديده اصلا نضيف عليها نخليها اللعبه دي اكتر مرح كمان. ممكن نحط لها قوانين مع بعض كده ويبقى فعلا طلعنا من اليوم مش هم مبسوطين فيه. تمام؟ مفيش ملعب تاني بتاع كرة قدم ف ¿Qué es lo que
محمود؟ الوقت الوقت كان زمان كلهم في الوقت قد ايه اللي اختاروها؟ 20 دقيقة و20 دقيقة. وخمس دقايق كده بقى يا محمود سامعيني كلكم؟ سامعيني زمايلكم؟ بنراجع خمس دقايق تمام. وحطيتوا قوانين صح؟ ايه هي القوانين يا محمود؟ كلم زمايلك يا حبيبي. احمر وكارت اصفر. وكارت اصفر تمام. كارت احمر ده يعني قد ايه؟ احمر يطلع بره يتطرد خالص؟ لا امال مدته قد ايه؟ دقيقتين. ها دقيقتين مدته دقيقتين. كارت على دقيقتين يعني مدته دقيقتين تمام. كارت اصفر يعني لو حطيت يعني كارت اصفر وكارت اصفر يبقى كارت احمر كده. ده قاعده اصفر زي كره القدم كده برضه. كارت اصفر وكارت اصفر يبقى كارت احمر وندي مثلا ايه يكون دقيقتين تمام. ده كان قررته في الاخر اتفقتوا على كده تمام. شكرا يا معلم. اتفضل يا معلم. انا مشكور جدا على اقتراحاتكم اللي انتوا قلتوها هنا. وفي الاخر اتفقتوا في الاخر على حاجات بصراحه حاجه جميله جدا وحلوه قوي انت حطيتها قوانين. ولكن طبعا احنا كلنا فعلا لازم بالقوانين احنا حاطينها يعني. مشكور جدا على اقتراحاتكم اللي وصلتوا في الاخر. اتمنى ان احنا فعلا يكون التنفيذ بتاعنا جميل جدا. محمود ممكن تقول لزمايلك امتى الوقت هيكون امتى؟ وقت التنفيذ يا محمود؟ امتى يا محمود؟ يوم الخميس. ايه؟ يوم الخميس تمام. في نفس الميعاد بتاعنا يوم الخميس اللي هو الفتره بتاعتنا الفتره الثانيه. طيب هنكون انا وميس دينا ان شاء الله موجودين معاكم. نشكر جدا جدا ميس دينا.